بندبته ما أنت وحال أجندوها أها إلا جها الحر هوسات يخيرات كل الكوستيسة وحاكلوا جرة وحاكلوا جرة موشين أي كانن حلبانو دوري ولا بعثنا صدم كدو إلا جها الله أرنت قبل كسال أو أها أرنت هاجن أو ديك دادنا يا أه وحنا نصيب درعة قدوميها قالها شعبك إنه نتحق لنا أرنتاس وحلقة دودة خيرات كل الكوستيس يا الله الصين يا خيرات كل الكوستيس مرك الله صار صاره دتك خيرات عني لها ولمينا يا ولمانا يا وما أنت أفراد وحن عم بارينا إن ما أنت موشينك ومتقارنا وباقو ما نباقن دونه ما نلعبرين كرو موشينك هدي ما أنت وباقد سنين تو إيمانيا حلبانا رانا ما هن كو أفكار لقبن كرو وكو دت كودي يو والد كود يقود وقمنايو حلبانا ذهر وقوي اسم جديد أنا وحلاقة يابا إن لقى بقي خلاف آه إن حلبانا ذو ما شو كويه يعتمان خلبا حلبانا ذا فذر عالك وحي كم ذي سينهين إن خوارج ترى اللي إسكع لي ديك أهلي يديك قبيل مننا على دعاد وكم ذي سينهين أما كوره وقوي هالنقطة أما كوه كله هالنقطة وكل سؤال لي مثلا قدامي موشين كوا أجي على وين سيد أقول رخصها بدن إسلين تا أضف الصحراء waxaa hadlay dhowr xisadda xilibaan oo liir arinta soo kooba saddexda xilibaan laba xilibaan runtii aad baan ugu dirsaday xilibaan abdii qowdhan iyo xilibaan kooshin aan xilibaan wasiir hore maareeyay ayaa wuxuu yiri xilib dadkii la leeynay ma leeynin askarta Soomaaliland ama maamulka Muuse Biixi cadeynta asaga laga rabaa aan maareeyo meesha uu ka keenay in aan leeyn anagu cadeyn baan hayna video baan hayna ayadoo cod ah baan hayna ayadoo masuura baan hayna إن أي عيدن كلنا يان وح قرصونا معها ما أنت أم بهن التعسي وحنو باقي يا مركل رئيس الوزراء ذلك فدرال إيوه مدحوينا مدن حاسس الشيخ محمد هدي أت كأمستان أرنتان برلمان كيني كم وقنيسا منا كأمستان ومدى الصومالية دي حلبان هذا سيد أقول هلا إيوه كوا أمستان وحلينا بريبة إيمان دان تها قبل هذا كلينه دجال كله haddu dhiga xilibaanada isku mid yihiin xilibaanada si cadaalad ah oo sharci ah ha uga wada hadlaan dhiga qubanaha ee gobolka sool kuma filna mooshin baa la keenay waxa laga hadlaa xaaladu say tahay sida maxaa taagan dadkan yaa laynaya maxaa loo laynaya maxay tahay sababtu intaas ay rabeen in laga hadlo mooshinku wuxuu tar lahaa in xilbaanku xaq u leeyahay dad shacab uu matala xaq wuxuu leeyahay inuu codkiisa ku cabiro baarlamaanka maaha inaan halka intaan imaado aan ku cabiro codkayga waa in gudoomiyuhu u leeyahay dhabar adayga xilbaanadu inay iska soo horjeesan karaan codkoodan ay cabiri karaan magacaygu waa Zahra Bundubte Zahra Bundubte